الحال موعدكم مع Eat Smart، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا الأساسي عن المطبخ اليوناني. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كتير منيحة، ولكن مثل العادة خبريتك والمسابقة أكيد. والمطبخ اليوناني اليوم نحن يعني بيشبه كتير المطبخ اللبناني 100%. عم نجول هلأ بالمطابخ ستيفاني. هذيك الجمعة كنا بمطبخ المكسيكي، هالجمعة المطبخ اليوناني، وأسبوع الجاي كمان عنا مطبخ بلد ثالث. فرح نبلش مثل ما قلتي بمسابقة باري لايت، لأنه اليوم آخر نهار للمشاهدين يحطوا أجوبتهم. كان سؤالنا أي السموك بوينت تبع أي زيت هي أكثر، هل هو زيت السمسم أما زيت الأفوكادو، يعني أي بيحترق بطريقة على مهله أكثر. الزيت أوكي. والجواب هو واحد من هالجوابين. المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف او باري لايت هيلث سنتر. وما تنسوا مشاهدينا تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد. بكره عنا جواب لنشوف مين بده يربح مأكولات من مطبخنا. رح بلش بخبريتي. الخبريتي الهينة عم نحكي عن الواحد يجوع حاله، هل هو هالشي مهم هل هو هالشي مش مهم. ليش عم بحكي على تجويع؟ لأنه هلأ بالإنترميتنت فاست عنا عدة أنواع مثل ما بنعرف من هيدا الصيام، ومنه نوع مظبوط منه النوع اللي بيقول لك جوعي حالك اكبر عدد ساعات ممكن. هلا هالدراسه كانت هل اذا نحن جوعنا حالنا بنقدر ناخذ القرارات منطقيه اكثر ام اقل. وبدراسه طبعا تنعمل على اشخاص كتار بيتقسموا بوقت من الاوقات على عده اسابيع، كانوا عم يعطون اكل، وبعد تناول الاكل بساعتين كانوا عم يعطون اسئله ليشوفوا شو اجوبتهم فيها وشو قراراتهم، وبعد اسبوعين كانوا عم يجوعون لمده 10 ساعات وبعدين عم يعطون هالاسئله. وتبين انه وقت يكون واحد جوعان قراراته بتبقى سريعة شوي متهورة بكل شيء. مثلا هون إذا عنده بده يقرر مثلا بده يأكل أكلة فرضا طيبة، إذا طيبة رح تنطره وقت، بس فيكن تأكلوا حيلا شيء هلا بقرروا اللي جوعانين يأكلوا حيلا شيء ما بينطروا. إذا عندهم قرار فيكن هلا تربحوا بهالشغلة هالقد مصاري، بس فيكن تنطروا وتربحوا أكتر بقرروا القرار اللي هو أسرع شو ما كان. فإذا هن اللي بيكون جوعان بياخذ قراراته سريعة، لكن بياكل شو ما كان كمان بعد كمان الجوع. بياكل شو ما كان 100% حتى وعارف حاله بعد شوي رح يكون في أكل أطيب، بس خلص يعني القرار بده يتاخد بيصير قرار سريع. مشان هيك هون بهالدراسة بتقول إنه إذا أنتم عندكم قرارات مهمة لتاخذوها بحياتكم ما تعملوا منيح بهالوقت ما تروحوا كتير جوعانين. هون أنا ليش عجبتني الفكرة ستيفاني، لنعرف إنه مش كل أنواع الرجيمات تتطبق على كل الأشخاص. مزبوط. في ناس في أنواع الرجيمات هي منيحة لإلهم بتساعدهم كتير، وهو ذاته الرجيم لأشخاص تانيين ما رح يكون لا مناسب لجسمه لا مناسب للكاركتر تبعوله لا مناسب لوضع حياته. فمشان هيك نحن مش بس حير لشي بنقرأ على بالميديا كنا عنده هنك الفوائد رندا. نعم. لأنه بيقروا وبيسمعوا إنه كتير منيح للصحة للبشرة. أنا رح يعني كون صريحة بليش نعمل فكرة الانترميتنت فاست. هو نعمل لشغلة كتير هيني إنه نحنا ما نكون عم نخبص بالليل، نكون نحنا عم ناكل بوقت ونترك مسافة اللي بنقولها طول عمرنا من أول ما تأسس لي بيخبر عن الرجيم الصحي نعمل 12-12 يمكن مسافة 3 ساعات أو 4 ساعات قبل ما ننام. فهلا هون اللي بيجي بيقول لي انا تعشيت الساعه 1 بنص الليل ونمت وضليتني للساعه 4 بعد الظهر، هيدا منه هو اساسه الانترميتنت فاست. هو كل اساسه هو انه نحن بالليل ما نكون عم نخبص. فاذا انتم عم تعملوه مزبوط، الطريقه المزبوطه هو انه توقفوا بوقت بالليل يكون بعيد عن وقت نومكم، 6 يمكن مثلا. اوكي هيدي الفكره. نرجع للمطبخ اليوناني. لنفوت على المطبخ اليوناني. المطبخ اليوناني مثل ما أول ما قلت ستيفاني أنه هو بيشبه المطبخ اللبناني، فإذا عم نحكي هون على الميديترينيان دايت، المطبخ المتوسطي اللي هو مطبخ بيحتوي على زيت الزيتون، على الزيتون اللي هو مطبخ بيحتوي على الخضرة على الفواكه على البقوليات، بيعتمد على السمك مظبوط، وبيعتمد على الأشياء المصنعة أقل من غيرها. فإذا نطلع على المطبخ اليوناني، إذا بنروح منها
بياكل اكل يوناني بنلاقيه صحي وبنلاقيه اقل منه مصنع ضرر. مثل باقي المطابخ او المطابخ بدنا نقول الاجنبيه البعيده عن الميديترينيان. بدراسات عده بينت اهميه هيدا المطبخ لعده امراض، منها لامراض القلب، لامراض السرطانيه، كمان بينت انه الاشخاص اللي عن جد بيتبعوا هيدا المطبخ وبياكلوا هالاكلات بحياتهم بيبعدهم على الباركنسون ديزيز، بيبعدهم عن مرض الخرف كمان هون، بيبعد الدبريشن، بيبعد السكري تايب 2. فاذا عم نشوف نحن اهميه هيدا المطبخ. هلا هون انا رح اعطي اسامي مثل العاده لكم اكله موجوده بالمطبخ اليوناني، بكره رح نعمل اكلتين منهم. اول اكله رح بلشها هي الهورياتيكي، اما اللي نحن بنعرفها هون الجريك سالاد، فهي السلطه مثل ما عم نشوفها هلا، هيدي الهورياتيكي اللي بتشوفي انه الاساس فيها هو البندوره، شوفي الفليفله الحلوه، شوفي البصل اللي بيبقى البصل الحلو يعني بيتاكل لانه حلو منه حد عندهم، الزيتون اكيد، وطبعا شقفه الفته والاعشاب. فهون عم نشوف قديش في عندنا موانع تاكسد هون، عندنا زيت الزيتون اللي هو كمان الأساس، عندنا كمان الخل اللي بنحط بهيدي السلطة. بالنسبة لجبنة الفتة بنشوفها محددة الكمية، كمان هاي شيء كتير مهم، وجبنة الفتة إجمالا اللي بنشوفها بالمطبخ اليوناني هي جبنة اللي منا جاية من البقر، إجمالا جاية من الغنم أما من المعزة. فإذا هون قديش عندنا موانع تأكسد، قديش عندنا مضادات يعني أنتي إنفلاماتري للالتهابات بالجسم بقلب هالسلطة. ليه حتى حددتي انه مش بقر وغنم او هي معزي؟ اجمالا هي هيك بتتاخد هيلثي اكثر؟ منا هيلثي اكثر بالحقيقه، بس في اشخاص اللي هن بحسوا عندهم انتولرنس على جبنه البقر كمان بيقدروا يكونوا عم ياخذوها. اكله ثانيه رح اقول اسمها اللي هي اكله مؤلفه من الرز والسبانخ اللي محطوط فيها زيت الزيتون كمان ومحطوط فيها الفته اللي هي مشهوره بالمطبخ اليوناني مثل ما بتشوفوا هون، اسمها سباناكوريزو. فاذا هيدي الصوره هي صوره السباناكوريزو اللي هي بالفعل كثير مغذيه، عم نحكي هون على لود على كثير من الفيتامين اي فيها، فيها عندنا هون الفيتامين كي الموجود فيها، في عندنا هون البوتاسيوم، اذا عم نشوف قديش في عندنا فيتامينز موجودين، مش انه نعمل رز لحاله، نعمل رز نحط السبانخ بقلبه، نحط زياده زيت الزيتون اللي عم نحكي عنه، وكمان نحط لها البروتينات اللي هي موجوده من الفته. فاذا بتشوفي مزج هون البروتين مع الدهنيات جيدة مع النشويات حتى ما يكون عم يعلى اللي معه سكري، ما بيكون عم يعلى عنده السكري بعد ما ياكل أكله لأنه هن مجموعين مع بعضهم البعض. فكمان هيدي من الأكلات اللي كتير مهمة، الأكلات اليونانية. طبعا باليونان يعني نحن على البحر مشهورين بالسردين، بنشوف عندهم السردين وبنشوفه بكتير اوقات هو بيكت. فاذا نحن هون مثل ما بنقول اكثر الاوقات بنحب نبتعد عن الماكولات اللي هي مقليه، بنشوفه هو السردين بمعظم الوقت منه مقلي باليونان. السردين طبعا بنعرف قديش هو بيحتوي على الكالسيوم، قديش هو مهم للعظام، والسردين من اكثر الماكولات اللي بتحتوي على الاوميجا 3 اللي النوع اللي جسم بيحتاجه بيحتاجوا كرمال القلب. هلا هيدي هي حجم السردين اللي نحن بنشوفها، لان نحن معودين بلبنان نفكر بالسردين انه حجمه اصغر من هيك. هلا حتى لو كانت مقليه نحن فينا نقشرها ونكون عم ناكل اللي بقلبها. من هون بدي انتقل كمان لاحكي عن السوفلاكي، لانه طبعا باليونان رح تشوفي الاكلات اللي هي المشوي، اللحمه المشويه، الدجاج المشوي، هلا هون كمان في يكون خنزير مشوي. فاذا نحن اشخاص ما بناكل خنزير بدنا ننتبه، او ما بناكل حتى بدنا ناكل اللحمه لحمه البقر، نحن هون بالسوفلاكي في عندك الخيارات وانت بتختاري اي نوع تكوني عم تاخذيه. هيدا مثل عندنا بال السكيورز يعني السياخ الشوي، بيكون عندنا السياخ الشوي منهم. عندي ما بدي انسى بالمطبخ اليوناني التزاتيكي، التزاتيكي هي اللبن. فاذا هون مع اللبن الخيار عظيم. والنعنع مزبوط، دائما عم نسمع على الجريك يوغرت،
طب شو الفرق بين الجريك يوغرت واليوغرت اللي عندنا اياه او اللبن اللي عندنا اياه؟ زيت الشي. اللي هو ايه من عدا انه هو مصفى اكثر. فاذا نحن لبن عندنا مزبوط بيبقى اكثر في المي اللي فيه يعني في الواي. هون وقتها كان مصفى طبعا مثل ما قلتي بيكون اسمك، بس شو الفوائد هون؟ وقت نشيل منه هاي المي شايلين لاكتوز منه بعد فيه، ولكن كمية اللاكتوز بتخف كتير. فإذا هون اللي عنده مشكل بالهضم له علاقة باللاكتوز بيكون عم يهضمه أكتر، لأنه صار أسمك صار أكتر كونسنتريتد بنقوله، فإذا هون كمية البروتين فيه بتبقى أعلى. فإذا هون كمان في بروتين أكتر. عم يخلص وقتي؟ نو. سوري. فإذا كمان هون كيف بيتاكل هيدا اللبن؟ مثل ما بناكله نحن، مثل ما فينا نحن نعمله، نحط له الخيار، مثل ما فينا نحط له الدل، فينا نحط له النعناع اليابس، فينا نحط له نقطة ثوم، إذا واحد ما بيتضايق من الثوم بالعكس بتكون بروبايوتيك. هلا بنلاحظ أوقات بالمطبخ اليوناني بيزيدوا له زيت. مزبوط. كمان منا غلط، فإذا عم ننتبه نحن قديش في كمية زيت عم تنحط بالمطبخ اليوناني، كمية كبيرة. ملاحظ هالشي وقت الإنسان عم يأكل بس من المطبخ اليوناني ما بيؤدي لزيادة الوزن. لكن ليش هني هلأ بتلاحظوا أنه باليونان مثل عنا هذا التزاتيكي الطيب كتير، مثل عنا عم يكون في زيادة من الوزن؟ لأنه نحن عم نأكل أكلات منا هي من مطبخنا، لأن نحن عم نأكل أكل السريع، لأنه نحن عم نأكل الأكل المصنع فاست فود. Exactly. فإذا هيدا الشيء، وإلا عم نشوف إنه كل الأكل اللي صغرني حتى لو كان في زيت الزيتون هو أكل كتير صحي. هلأ في كتير أنواع من الأكل، حبيت اليوم هيك بس ضوع كم أكلة. بعد في دقيقة ونص. باليونان عندهم القهوة اللي هي اسمها فرابي، من القهوة اللي أنا كتير بحبها. أنا بحب القهوة بالإجمال. أنا كمان. مظبوط صحيحين. فهون الفرابي وخصوصا وقتها تكون آيس فرابي ويكون عندنا صيف، هي القهوة اللي بيكون عم يخفقوها لتعمل رغوة. أنتوا بتشوفوا القهوة وفوقها رغوة كبيرة، هيدي الرغوة بكتير أوقات مثل بنشوف الفنجان اللي ورا مش محطوط له أبداً، يعني هي مش محطوط له أبداً حليب موس. بيكون هلأ هون آخر طبقة نحط لها موس، بس فيها تنعمل بلا ينحط لها حليب، بلا حليب بلا كريم أبداً. وكمان واحد بيبقى عم يشربها بالصيف إذا كانت مسقعة فريشنز أب، وبشتتي كمان لذيذة هالقهوة لتصحصح. فإذا بنشوف كمان وبنعرف نحن أهميتها للقهوة إذا تاخدت مثل كل شيء عم بحكي باعتدال. فإذا كمان من الأشياء اللي نحن بنذكر عنها بالمطبخ اليوناني. مزبوط. فإذا شفنا تنويع بالأكل، شفنا أنه كل الأكل مزبوط، شفنا هون التركيز على الزيت، شفنا تركيز على الخضرة، وتركيز كمان على السمك. هلأ اللي بدي أقوله أنه بالأكل اليوناني في عنا محاشي، مثل هون في عنا ما حكيت على المساكة اللي هي الأساس تبعها هو الباذنجان. كمان عنا هالمأكولات حتى لو هي فيها زيت، حتى لو هن حاطين لزيت محطوط زيت الزيتون اللي هو زيت كتير صحي حتى لو طبخنا فيه. Thank you رندا، بنشوفك بكرة إن الله راد. مشاهدينا وقت متابعين.